Don't tell me I'm not good enough. Times like this. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبرار تيان. في هذا الفيديو أنا راح أبين لكم كيف منلون الشعر، أو أنا طريقتي في تلوين الشعر. أعتقد هذه هي أول مرة اللي بلون فيها بالأول الظلال في الشعر، وبعدين بلون المناطق الفاتحة، وشوفت إنها هاي طريقة جدا سهلة وحلوة يعني. فزي ما بتلاحظوا أنا بديت من الأطراف وبلون وين وجود الظلال. التلوين جدا جدا سهل يعني، فقط افهم خلينا نقول افهم قاعدة معينة. ايش هي قاعدة؟ في تدرجات الوان، يعني كل اشي في الحياة لازم يكون في تدرجات الوان. لما احنا نفهم قاعدة تدرجات الالوان، انه يعني في مناطق ظل، في مناطق ضوء، فيعني وين مسلط الضوء على رسمتك. يعني في مرات بيكون من فوق، مرات من الجهة اليمين، الشمال، من تحت. طبعا انا هذا المفهوم انا شوي يعني بعدني ما اتقنته، ويعني بتعلم من حالي حاليا، بتمنى اني اتقنه لقدام. يعني ايش هو؟ انه مثلا اذا تم تسليط الضوء على شخصيتك من فوق، فاكيد راح يختلف مناطق الظلال ومناطق الضوء عن لو انت حطيت الضوء من تحت او من الشمال او من اليمين اجا. لكن حاليا انا لما بتلويني يعني بستخدم طريقه واحده، او خلينا نقول مفهوم واحد، اللي انا دائما اشوف انه مناطق الظل بتكون لما زي خلينا نقول ايش تقول لك، يعني لما بيكون مثلا، شوفوا يعني مثلا في الرسمه لما الخصلات يمكن يقربوا بعض، فكل خصله عن خصله راح تلقي ظلها على الثاني، صحيح؟ فوقتها احنا بنحط اللون الاغمق. والاطراف يعني بالعادي ما اعرف، يعني انا هذا اكتشفته مثلا في نظر للانمي، او خلينا نقول رسومات الانمي، بشوف انه دائما الخصلات، او بعرفش اذا دائما، اما يعني الاغلب الخصلات من تحت، يعني من بدايه الخصل من تحت بتكون اغمق. ف ممكن نفسر هذا الاشي كيف، يعني انه ممكن الشعرات اللي فوق بيغطين على الخصلات اللي تحت، ما اعرف، بس ممكن هذا هو تفسير. تلوين جدا جدا بسيط يعني، بدوش تعقيد، بس طبعا له قوانين وقواعد احنا مفروض نتقنها ونتعلمها شوي شوي مع مرور الوقت. واكيد يعني انا فتحت القناة عشان اتطور كهدف أولى وأسمى، أصلاً كهدف أول، قصدي يعني كهدف أول إني أتطور أنا نفسي. وكثير بيسألوا أنت دخلت دورة تعليم كذا؟ لا، ما دخلت ولا أي دورة ولا أي شيء، لكن كيف أنا حالياً بعملكم فيديوهات تعليم، أو خلينا نقول يعني فيديوهات رسم هالشغلات. كنت أتعلم من الأشخاص اللي مثلي، اللي كانوا خلنا نقول اللي بكو ينزلوا فيديوهات وهم يرسموا هالشغلات وهم يلونوا. فأنا يعني زي وكأني برد الجميل وبرد المعروف، لأني أنا تعلمت منهم هذول، فأنا مفروض إني برضو أعلم. يعني إذا أنا بعرف إشي ولو بسيط إني أعلمه. فأتمنى إنكم تستفيدوا، يعني هذا من أهداف القناة أكيد، يعني استفادة الجميع. برضو في كثير يعني بيطلبوا مني اني اسوي شغلات، انه مثلا ارسمي هذه الشخصية، او اعملي درس في كذا. انا ما بقول لكم لا، ولكن ما بقدر اوعدكم. ليش؟ لانه انا نفسي يعني ما احب اني اجبر نفسي على اشي حاليا مش، خلينا نقول يعني مش متحمست له، او ما اعرف كيف. يعني لما انت يجيك الحماس لتعمل شغلة راح تبدع فيها وراح تتقنها، اما اذا انت زي وكأنك مغصوب على اشي، او خلينا نقول انه انك انت حاليا يعني جعبالك اشي تعمله، غير يعني مثلا انك تروح ترسم مثلا خلينا نقول شخصية، انه مثلا انت جعبالك ترسم شخصية سيباستيان، وحدا قال لك ارسم لي شيل، وسيل له، ف
أكيد مني أنا نفسي يعني ما راح أرسم شيء في الوقت اللي أنا جعبالي أرسم فيه سيباستيان، ف يعني هذا مثال يعني. وإنتي نفسك يعني إذا حدا مثلا يعني مثلا خلينا نقول صارت مسابقة معينة مثلا في منتدى معين إنتي حابب إنك تشارك، ولا قدر الله إنه طلعت المسابقة مش زي ما إنتي حابب، ما تجبر نفسك، عن جد بقولك اياها. يعني قد ما تطلع الرسمة حلوة بس خلص بتضلها بنظرك، يعني ما اعرف كيف. انا نفسي ما احب اني اجبر نفسي على رسم شغلات اللي انا مش حبيبتها. يعني مثلا في حدا قال لي اني ارسم بوروتو، وانا يعني ما حضرت الانمي، ف يعني ما اعرف الشخصية مزبوط خلينا نقول، يعني بس سمعت عنهم تبعات هالشغلات. فمثل هيك شخصية انا ما بقدر اني طوالي، يعني خلص حدا كلي ارسمه خلص طوالي بدي اروح ارسمه، لا مش هيك. لازم اشوف مثلا في الاول انا يعني طريقتي انا اني اشوف صور للشخصية وهيك شغلات، يعني في وضعيات معينة وهيك اتحمس لرسمه وبارسمه. في كثير شخصيات طلبت مني مثل ميكاسا، بوروتو، ساشيمارو، يعني في عدة شخصيات، لا مش ساشيمارو، اوكي انيوشا اوكي. في حدا طلب مني اني ارسم انيوشا، طبعا رسمت ساشيمارو بدل انيوشا يعني نظرا لاني ما شفت الانمي اصلا. فيا زي ما انتو شايفين بعد ما خلصت من الظلال غطيت المناطق اللي انا ممكن يكون فيها ظلال طبعا، وبعدين جبت اللون الفاتح او خلينا نقول اللي هو اللون اللي احنا بدنا اياه عشان نخلي البنت شكرة، فهو اصفر، يعني مش اصفر غامق، اصفر حلو هيك هادي، وغطيت كل المساحة، كل مساحة الشعر، وما تعبت بتاتا في ذلك، يعني كان اشي جدا بسيط. بعد هذا اخترت درجة لون اخرى اللي هي كانت لون بني على حمار هيك اشي، بني على احمر، وغطيت المناطق اللي فيها ظلال اقوى، فاهمين علي؟ يعني مرات بشكل خفيف، مرات اشد شوي، يعني زي ما انتو يعني بتشوفوا او راح تشوفوا. العيون امشي على مبدأ تدرج الألوان من الأفتح إلى الأغمق، يعني من تحت يكون فاتح ولفوق بيكون أغمق فأغمق. يعني بالأول استخدمت أخضر فاتح، وبعدين حطيت عليه شوية أصفر هيك عشان يبرز اللون، وبعدين صرت أجيب لون أخضر أغمق من اللي قبله، لون أخضر أغمق من اللي قبله، وهكذا.
وهسه قاعدة بلون بالملابس والعقود وهالشغلات، ويعني بسيط جدا يعني ولا اشي جد، يعني مش لازم تتخوف منه. يعني في اشخاص بيقولوا انا بس برسم ما بعرف الون، ما تقوليني انا ما بعرف، يعني حاول. كلنا كنا نخاف، كل واحد بيخاف على الفاضي ما بتقدم. يعني عن جد هذه النصيحة المفروض تحطوها حلقة بأذانكم. فيش يعني مثلا هذا الخطيب، خلينا نقول هذا اللي قاعد بخطب هسا الجمعة ومثلا بيوقف قدام الناس وبيلقي موعظة وهالشغلات، هذا الشخص يعني من ربنا هيك مرة واحد ينزل عليه الوحي انه انت الخطيب خلاص؟ لا مش هيك. وقف تجربة أولى، خاف تجربة أولى، ارتبك ممكن، تلعثم، ما عرف يكمل. كل واحد مر بهذه الشغلات، نفس الاشي مع الرسم، نفس الاشي مع كل اشي. انت بتخاف على الفاضي، حاول مشان حتى ولو فشلت اول مرة، وحتى ولو ما زبط اول مرة، كل مرة عن مرة راح يزبط معك. وهذا هو اللي عندي لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا شوي، حكيت كثير في الفيديو أوكي. المهم أراكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.